وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. مساء الخير دكتور جاسم، نرحب بك في نشرة الثالثة. بداية، ما هي التحديات التي واجهتكم أثناء تطوير مشروع لوحة القيادة المباشرة؟ مساء النور لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا كأي مشروع جديد في الذكاء الاصطناعي كان لابد دراسة البيانات المتواجدة واختيارات من البيانات وما نسمي تصنيف البيانات لكي نطلع بنتائج مرضية. والأهمية القصوى في الأمور أن نختار أيضا من خلال الخوارزميات المتواجدة في عالم الذكاء الاصطناعي اللي أقرب متطلبات شركة أسري. وطبعا هذا كان يعني تحديات أن نوصل لأقصى درجة من الدقة مقارنة بالعمليات اليدوية السابقة اللي كانت تقوم بها الشركة، فذلك كان طبعا التحدي، بس الحمد لله قدرنا أن نواكب التحديات ونختار التقنيات بأعلى مستويات. وطبعا احنا دائما في تطوير الموديل المتواجد لكي لا يكون على نفس المستوى. نعم دكتور، هل تمت مقارنة هذا الحل المطبق بالحلول الموجودة حاليا، وما هي مميزاته مقارنة بغيره من هذه الحلول؟ طبعا هناك حلول عالمية متواجدة في مجال تطبيقات اللوحات الذكية والذكاء الاصطناعي، إنما الحلول الجاهزة دائما يكون على سياق عام وليس على اختصاص بجهه معينه. احنا قدرنا والتعاون مع الاخوه من شركه اسري ان نقدم حل خاص لاسري على قد احتياجاتهم، على استهلاك الكهرباء، على البيانات مثل ما قلنا المتوفره، لكي يكون حل متكامل شامل فقط لاسري في هالمجال. والتعاون اللي جرى بيننا وبين المهندسين ايضا خلانا احنا نبتكر حلول على مستوى عالي في أسري وفي أماكن ثانية نستفيد من نفس التجارب والتجارب الأخرى نقدمهم في شركة أسري. نعم، هل هناك تطورات مستقبلية من الممكن أن تعمل على تطوير فكرة المشروع؟ طبعا لنعمل مشروع الذكاء الاصطناعي كان على موضوع الذكاء الاصطناعي التنبؤي والتحاليل. اليوم مع وجود شات جي بي تي وجيميناي والذكاء الاصطناعي التوليدي، هناك فرص أخرى على تطوير كل المشاريع في الذكاء الاصطناعي بحيث ان ربطهم بالذكاء الاصطناعي التوليدي والاستفسار عن بشكل عام عن التقنيات المتواجده خلال ثواني من خلال المهندسين، واحنا قاعدين نعمل على هالمجال لتطويره في شركه اسري وجهات اخرى في القطاع العام والخاص، بحيث ان احنا من اكبر الجهات اللي تواكبون تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقه. نعم، الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك.